تقول هذه السائلة: إذا قرأت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يلزمني الاقتداء تماما بهذه الصلاة؟ لأن هناك أشياء لا أستطيع فعلها كالجلسة بين السجدتين مثلا، فهل تكون صلاتي تامة أم لا؟ أفيدني أفادكم الله. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، كتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والركوع والسجود، والتشهد الأخير، والجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والطمأنينة في جميع الأركان، والقيام مع القدرة قبل الركوع. كل هذه أركان. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة ما هو من الواجبات كالتكبيرات، تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، الرفع من الركوع، هذه من الواجبات. كذلك الجلوس بين السجدتين، الجلوس التشهد الأول، أما الجلوس بين السجدتين فهذا من الأركان. الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه هذا من الأركان، وأما الجلوس في التشهد الأول فهذا من الواجبات. وهناك سنن الصلاة وهي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، والاستعاذة، وقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، والإشارة بالسبابة في التشهد، وعقد الخنصر والبنصر من اليد اليمنى في حالة الجلوس للتشهد، وتحليق الإبهام مع الوسطى لأصابع اليمنى. هذه من سنن الأفعال في الصلاة. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو قاله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: إما ركن، وإما واجب، وإما سنة. والتفصيل في هذا يرجع فيه إلى كلام أهل العلم. ما كل ما قرأت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كله واجب، بل فيه هذا التفصيل. نعم. هي أشارت إلى عجزها عن جلسة بين السجدتين. لا أدري ما وجه العجز. فإذا كانت تعجز عن الجلوس، إذا عجزت عن شيء من هذه الأفعال فإنه يسقط عنها، مثل من عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا، قوله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن عجز عن ركن أو واجب فإنه يسقط عنه. نعم. ويفعل ما يستطيع. نعم. بارك الله فيكم.